مباراه للترجي الرياضي التونسي قبل 15 ثانيه على نهايه المباراه. بلال عبد الله حازم باشا يعمل الباساج دو برا ويحاول يسدد، وفما ربيع 9 امتار ويوقفوا التوقيت الحكيم 4 ثواني على نهايه المباراه. يوقفوا التوقيت الحكيم مازالت 4 ثواني مش كما قاعدين يسدوا على الشاشه 3 ثواني 4 ثواني. حازم باشا شوف اللي ما عملوش الترجي في اللقطه نتاع 9 امتار نتاع قبيله في اخر لحظه في المباراه يعملوا ما احترموش الروسبي نتاع 3 امتار، ما احترموش 3 امتار قوانين كرة اليد 3 امتار متأخر 3 امتار سينو فما دقيقتين وفما الاقصاءات. ما اخرهمش مباشرة هذا اللي ما عملوش الترجي في العمليه الاخيره، لكن تبقى ان شاء الله حازم باشا رينا سدد تسديده ممتازه جدا في الدور النصف النهائي، ان شاء الله يكررها يجيب اللقب ان شاء الله. هذا ما نتمناه للترجي الرياضي التونسي. مش طويل برشا، مش طويل برشا دفاع الترجي ذاكر دفاع الزمالك شوفوا دفاع الزمالك مش طويل برشا. حازم باشا اطول برشا من دفاع الزمالك. المربى يشوف في المربى حازم باشا اهم تسديده في المباراه. لو ينزح حازم باشا في وضع الكره في الشباك ويعطي اللقب للترجي. حازم باشا يسدد والهدف مبروك للترجي الرياضي التونسي. مبروك للترجي الرياضي التونسي. مستحق محمد علي، مستحق مستحق البطوله العربيه، مستحق مقارنه بما قدمه الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراه. ماتش كامل والنتيجه عند الترجي الرياضي التونسي. رجع الزمالك مع نهاية المباراة لكن حسمها الترجي، حسمها بتسديدة ولا في الأحلام من حازم باشا. تسديدة ممتازة جدا، تسديدة سويت لقب من حازم باشا. ألف مبروك للترجي، ألف مبروك لتونس. هذا التتويج، قلنا كرة اليد التونسية محتاجة أنها ترجع للتتويجات. مباراة كبيرة برشا لحارس الترجي الرياضي التونسي. هاي الإعادة أكيد جماهير الترجي ماهيش باش تقلق من إعادة هذه التسديدة الأخيرة لحازم باشا، واللاعبين يحتفلوا مع جماهيرهم، جماهير الترجي اللي مثلت دفع معنوي كبير للترجي مع بداية المباراة. فما اصيل النملي موجود على ارضيه الميدان بالفرحه، اكيد اصيل النملي موجود على ارضيه الميدان بعد مباراه كبيره قدمها الحارس هذا اصيل النملي، مباراه بطوليه. قلنا محمد علي انه فريق الزمالك المصري ليس الفريق الذي لا يهزم. قلنا الزمالك المصري راهو تعرف تتعامل معاه توقفه. قلنا حسن قداح فما حلول باش توقف حسن قداح، تاثر كبير اكيد مدرب الترجي الرياضي التونسي. قلنا راهو فما مفتاح اسمه احمد الاحمر. قلنا دور حراس المرمى مهم، دور حراس المرمى مهم جدا. مقابله معناها تقريبا مشى فيها كل شيء، رغم ان محمد علي معطى مهم. خروج عبد الحق بن صالح قبل معناها في نهايه المباراه والترجي يكسب المباراه. الف الف مبروك، ان شاء الله نطمنوا على اصيل النملي. تفضل على تفضل تفضل عاطف عاطف تفضل عاطف. شكرا اسامه. شنو هو طرح هذا؟ شنو مرضنا بقلوبنا الناس الكل برجوليه صاحبي، برجوليه ملا قلوب وملا رجله وملا كرحه. ورينا تيتر في سالتنا ما يخرجش مثل من هنا، حتى الببليك زاد يا ولدي. شكون باش يربح الاسبيروز قدام ببليك هكا؟ تربحنا مره الثانيه ما تعاودش، فما حد يجي يهز على ترجي تيتر. ايضا معنا ايضا رئيس فرع اكابر ترجي رياضي قيس عطيه. قيس ملا فرحه وملا قرحه وملا قريه. مبروك للجمهور الكل، مبروك لتونس الكل،